هيفتح لي ان شاء الله، هيفتح لي الاورينت داتابيز ستوديو. تمام، الاورينت داتابيز ستوديو. اتاكد دايما ان انت مش معلق السي ام دي في شيء عشان تفتح، يعني ما تعلقش السي ام دي كده زي ما انا عامل كده. كده الناس ما انا معلق السي ام دي. تمام، ما تعملش كده، خلي السي ام دي كده حره عشان ما تعلقش معاك. على المهم ده الانترفيس. طبعا ده بيجي من على الويب، لو انت فاتح انترنت مش فاتح انترنت ما بيجيش نيوز. وهنا اهو خلاص بيقول لك انت والله عندك اثنين داتابيز، ادي ديمو داتابيز، عندك ماي دي بي، ممكن تكريت داتابيز جديده من هنا، ممكن تيمبورت تجيب بيانات من بابليك داتابيز، ممكن تحذف الداتابيز، وادي وممكن تعمل لوجن، ادي اليوزر نيم وادي الباسورد، تعمل كونكت. لو عملت كريت داتابيز جديده يقول لك اديني اسم الداتابيز وبرضه حط اليوزر نيم والايه والباسورد قبل ما تخش. لو حبيت انك تخش تعمل لوجن على طول اعمل لوجن على طول. انا هعمل نيو داتابيز مثلا، وقلت له والله ايه هعمل مثلا باي دي بي مثلا، واليوزر كان روت والباسورد كان باس. تمام مثلا، او انا عارف بقى. طبعا هنا حاجه تانية، الادفانسد اوبشن بيقول لي الاستورج تايب، عندنا التو ستورج تايب، يا اما بيبقى على الجهاز يعني البيانات مسجله على الجهاز ده بسميه بي لوكال، يا اما على الميموري، معناه ان انا شغال على الاستريم، على الميموري على السريع. تمام، وفي هنا طبعا انواع، انا عندي داتا اثنين نوعين داتا بيز جوه الداتا بيز بتاعت الاورينت، مش داتا بيز واحد. في عندي الدوكيمنت داتا بيز وفي عندي الجراف داتا بيز. تمام، الدوكيمنت داتا بيز والجراف داتا بيز دول اثنين نوعين داتا بيز جوه الاورينت داتا بيز، وده اللي بيتميز بيها فكره الاورينت ان هي مالتي موديل داتا بيز. تمام، على العموم انا هشيل الادفانسد اوبشن خالص، انا مش عايز اشغلكم بيها، انا بس مجرد عايز اقول ان انا داتا بيز هسميها باي دي بي على روت وادي الباسورد بتاعي، لو سمحت كريت لي الداتا بيز. هيقول لي ماشي انا كريت لك الداتا بيز اللي اسمها باي دي بي، كريت لي الداتا بيز ودخلني، يعني عمل لوجن وفي نفس الوقت كريت لي الايه الداتا بيز اللي انا عاوزها، وده كويس. اول حاجه عشان اعمل زي تيبل كده، زي تيبل هم عامل حاجه اسمها كرييت كلاس. تمام، الكلاس بديله اسم كرييت كلاس. مثلا انا هعمل كده كلاس زي ما كنا بنعمل في الداتابيز السابقه، الاكزامبلز في السابقه، فقلت كرييت كلاس اسمه كرييت كلاس. دي عندنا في الاورينت بتنقسم، هي باينه قوي ان هي حاجه كده زي الاوبجكت اورينتد، هي بتعمل حاجتين في الحقيقه، بتعمل حاجتين كلاس وبتعمل حاجه اسمها كلاستر، بتعمل حاجه اسمها كلاس وحاجه اسمها كلاستر جوه الداتابيز، بتتكرر اوتوماتيك بالاثنين بنفس الاسم امبلي، بس ده كلاس وده كلاس. الفكره زي ايه؟ زي البرمجه بالظبط. الكلاس زي الاستراكشر العام بتاع التوصيف العام للشيء للكلاس، وكنا عندنا مفهوم في البرمجه اسمه اوبجكت. الاوبجكت ده هو بقى اللي يقدر يشيل بيانات، يقدر يشيل الموظف رقم 5 اللي اسمه علي، اللي اسمه مش عارف ايه، اللي وظيفته كذا، اللي سابق. ده كنا بنسميه اوبجكت، ده كنا بنسميه احنا في البرمجه ايه؟ اوبجكت. مجموعه الاوبجكتس دي مع بعض، يعني مجموعه البيانات كلها اللي من نفس الاسطمبه بتاعت الامبلي دي بنسميها كلاستر، بنسميها احنا نقعد في الداتابيس كلاستر. يعني من الاخر لو احنا تخيلنا الموضوع كتيبل، لو تخيلنا الموضوع كجدول من الجداول اللي عملناها زي الداتابيس القديم. كريت كلاس اسمه امبلي، اكنك عملت الميتا داتا بتاعت التيبل، ما بتتكلمش على البيانات. رجعوا البيانات، انا بتكلم بس على ان في اي دي، في نيم، في سالري، في بس، ما قلتش بقى الاي دي ايه كام، ولا الاسم ايه، ولا المرتب كام، ما قلتش الكلام ده خالص. فانا كده بعمل الاستراكشر اللي عندي، ده اللي بنسميه ميتا داتا، اللي هي البيانات عن الوصف عن البيانات اللي هتحصل، لكن هو ما فيش بيانات. خلاص كده؟ والكلاستر بالنسبه لنا هو التيبل بالديتا بتاعته فعلي، يعني اكن الكلاس اقرب حاجه ليه، يعني كلاستر اكنه التيبل بالديتا بكل الروز بكل الكولمز، البيانات كلها يعني كامله تتخزن في الكلاستر، ما بتتخزنش في كلاس. كلاس هو عباره عن التوصيف العام للبيانات المفترض ان هي تتخزن يعني. اقوم دايس على رن. تمام، قال لي كرييت كلاس اسمه امبلي، قال لي الكلاس ده تمام والامر اتنفذ ومفيش عندنا اي مشكله. تمام، كويس جدا. هو الكويري اكزكيوتد يعني اتنفذ وكله تمام، حلو جدا. عرفنا ان هو كرييت لي حاجتين مش حاجه واحده. كويس جدا. طب انا دلوقتي عملت كلاس كلاستر فاضيين، هل ده ليه اي معنى؟ ملوش اي معنى غير انك انت بس هتنشيت هتبدا، لكن انت فاضي، كل حاجه فاضيه لسه. قلت له كويس، عشان تبدا تبني جوه الكلاس ده حاجه، اهم حاجه عندنا في الداتابيز البروبرتي. طبعا عارفين الكلاس في البرمجه
يكون من حاجتين، properties وميثودز. طبعا ممكن نحط ايفنتس وممكن نحط حاجات كتيره جدا في الكلاس، بس سيبك انت من الكلام ده، خليك في الاصل. الاصل اللي بيكون منه اي كلاس properties، ساعات بتسميها attributes، ساعات بتسميها fields، كلها اسماء سليمه، object oriented سليمه. كل الاسماء دي معناها الحقول او الفاريبلز اللي جوه الكلاس، بنسميها احنا بالاسماء دي كلها. وي بلس الميثودز، الميثودز الفانكشنز السب روتينز البروسيجرز، كل دي اسماء برضه صحيحه. تمام، دي اللي هي الفانكشنز اللي بتبقى مكتوبه. حلو جدا. فاحنا كداتابيز ما بيهمناش طبعا في فانكشنز، عشان بس تبقوا انتوا عارفين في فانكشنز اهي، يعني في عندنا فانكشنز تكتب بين على الكلاس بتاعنا كل حاجه، لكن كداتابيز اصل كبيانات يعني بيبقى اللي يهمنا البروبرتيز البيانات، لان يعني هي قاعده بيانات اصلا. خلاص، اهم من الايه؟ اهم من الفانكشنز. الفانكشنز ممكن تبني برمجه وممكن تبني داتابيز، وكذلك في كل اللغات وفي كل الداتابيز الثانيه موجود الكلام ده، يعني موجود في المايسيكوال، موجود في البوست دي، موجود في الاوراكل، موجود في السيكولات، موجود في السيكوال سيرفر، موجود في كل كمفهوم موجود، لكن اصل الداتابيز هي البيانات. تمام، فهنبدا بالبيانات. انا اول حاجه هي بروبرتي. خلاص، البروبرتي دي عشان ابنيها الاول بقول والله انا هبنيها جوه الكليب حته نوت، وابدا احدد الاسم البروبرتي عشان يعرف هو ايه الان كلاس او اسمها الان كلاس. وممكن اقول مثلا ايه الاي دي، وبالتالي الاي دي ده اول فيلد عندي للامبلي، وبحدد النوع، قلنا النوع ممكن اقول انت تمام انتجر رقم صحيح، ممكن اقول لا والله مش انتجر ده سترينج معنى قصدي، ممكن اقول والله ده ديت صح، ممكن اقول والله ده فلوت رقم في كاس صح. دول اغلب الحاجات الرئيسيه او في البيانات، يعني دول اغلب الحاجات الرئيسيه عندنا في البيانات. قلت والله سترينج تمام وخلص، انا هكريت ان البروبرتي بتاعتي في سترينج ماشي، وبنفس الاسلوب اقدر اكريت اكتر من بروبرتي. طبعا رنيتها لان هي اشتغلت ستور تايب، هكريت بروبرتي برضه بس مش ده، ادي له سترينج برضه، هدي له مثلا الجوب يجي معايا برضه سترينج، برضه هدي له مثلا السالري، ممكن نخلي السالري ده فلوت. تمام، ايه تاني عندنا؟ ممكن مثلا يعني خلينا في الفكره كده، احنا عملنا اي دي نيم جوب سالري. تمام، جوب سالري، حلو جدا كده، احنا اكننا كريتنا بالظبط التيبل بتاعنا بالاستراكشر اللي احنا عايزينه. ده اللي احنا كنا بنسميه الدي دي ال من شويه، ها الداتا ديفينيشن لانجوج او لغه تعريف البيانات. الاورينت من ضمن المميزات المهمه فيها جدا ان يعني هي طبعا الداتابيز الحديثه، هي نو سيكوال، دي من اهم الحاجات اللي فيها، مش من الاولد فاشن، مش من الشغل بتاع الريليشن داتابيز، على علم ان الاولد فاشنز دلوقتي كلها بتحاول تتطور عشان توصل للموضوعات الحديثه دي. من اهمهم الماي اس كيو ال. الماي اس كيو ال قدرت تحدث نفسها وتبقى دوكيمنت داتابيز، ما بقتش بس الريليشن داتابيز، لا حطت جواها كمان الدوكيمنت داتابيز، ودي حاجه كويسه. تمام؟ لكن دي مبنيه الاصل دوكيمنت داتابيز وجراف داتابيز. ماشي. ليه بقول الكلام ده؟ بقول ان دي بقى الثانيه كانت مبنيه اصلها ريليشن، لكن دي نو سيكوال اصلها. الميزه بقى اللي مميزها قوي اورينت داتابيز، اللي مميزها قوي ان هي شغاله بنفس الستاندرد اس كيو ال بتاعنا الاصلي. فاللي متعلمين داتابيز او اللي جايين من خلفيه الداتابيز الدنيا عندهم زي القشطه يعني، ما راحوش بعيد زي ما بيقول يعني كل المستوى اللي هم كانوا موجودين قبل كده او النولج اللي عندهم اس كيو ال ما تعملش في الشارع، تجيب علمك بتكمل طريقك وبتاخد علم اعلى، وفي نفس الوقت ما بترميش العلم اللي انت وصلت له. دي حاجه في غايه الخطوره وغايه الدقه للناس اللي بيشتغلوا بقالهم سنين، والناس اللي عايزين يشتغلوا لفتره طويله وسنين، بمعنى ايه؟ الاستابيليتي. تمام؟ في ستابيليتي في الموضوع، انا بتعلم حاجه ليها اصل
وبتعلم لغه ليها اصل تعيش معايا واستخدمها في حتت كتير. انا مش عايز كل ما اتنطط الاقي لغات مختلفه وبتاع وانا اصلا كله شبه بعضه، بس انا بضيع وقتي ان انا اتعلم. انا عايز اثابت زي ما اجي مثلا في الويب اقول لك اتعلم اتش ام ال، اتعلم سي اس اس، اتعلم جافا سكريبت، تعالى اتكلم. الكلام ده بنقوله بقى لنا كام سنه؟ الكلام ده بنقوله بقى لنا عشرات السنين ما اتغيرش كويس. طبعا في الحته دي ستيبل، الحته دي اصل، الحته دي ما فيهاش تغيير كتير، فيها ثبات، فيها ثبات في الاوامر وفي الشغل بتاعها، وده بيدي طبعا قوه للعمل. فاغلب اللغات اللي اغلب الداتابيزز اللي حصل فيها الحديثه اتكلمت اشتغلت كلها نو سيكوال داتابيز، اللي هي كلها تحت النو سيكوال داتابيز. الناس تخيلت ان النو سيكوال يعني لا اس كيو ال، وده غلط، وده غلط. هي اصلا اختصارا نوت اونلي اس كيو ال، مش اختصار لنو، مش دي نو، مش كلمه، مش كلمه نو، تمام؟ يا نوت اونلي اس كيو ال، مش بس اس كيو ال، الموضوع اعلى من كده. هي كان الاصل في الفكره كده، ولذلك الاورينت طبقت الفكره دي مباشره، قالت لك انا بستخدم اس كيو ال. قالوا لها ازاي انت نو سيكوال؟ قالت له نو سيكوال نوت اونلي اس كيو ال، مش بس اس كيو ال، انا بستخدم اس كيو ال كستاندرد ومعاها كمان اسلوب تاني اسمه الاي بي اي، وبقى عندها اسلوبين وتقول لك انا بشتغل بالاسلوبين، اللي عايز يشتغل بده ماشي، عايز يشتغل بده ماشي. حلو. ولذلك انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان اقول لك بص بقى على الاس كيو ال اللي احنا كنا متعلمينه زمان وتحسبناه في اللغات الثانيه، مش شغال معانا في الداتابيز الحديثه دي. انا اقول انسيرت انتو، واقول اس الكلاستر بتاع الكلاس بتاعي، وحط الاسماء الحاجات اللي عايز احط فيها الداتا اللي هم الاي دي والنيم، زي ما كنا بنعمل بالظبط الاي دي والنيم والايه؟ مش فاكر، والجوب والسالري، الجوب والسالري. طبعا لو انا احط في كل البيانات بتاع كل الفيلدز او كل البروبرتيز مش لازم اعمل اللي انا عملته، لما بحطهم فيهم كلهم امشي عليهم بالترتيب، اسمع اشيل الحته اللي معلم عليها، لو ملخبط او احط في حته حاجات لا، او يعني لخبط يعني ايه؟ عايز احط السالري قبل الجوب واعمل مش عارف، خلاص بقى يبقى في الحاله دي لازم احدد بالشكل ده، تمام؟ طبعا ده برضو يعني كفكر، الفكر ستاندرد يعني ست انتو مش عارف ايه وما ايه له فاليو، يعني هبعت لك القيم او احدد القيم وابدا احدد له القيم اللي انا عايز ابعتها له بنفس الاسلوب بتاعنا العادي. انا قلت له انا مع حميد مثلا، قلت له الاسم، خلينا ناخد اسم من عندنا اخر واحد كده، اخر واحد طه مهدي، وجوب مثلا السر ممكن نحط له براحته بقى كده كده من غير يعني سنجل كوت ولا حاجه. ده شكل ايه؟ امر ان ستاندرد اس كيو ال عادي جدا يعني. لو عملت له كده اضافه قال لي نضفت. موضوع بسيط. بس عايزك تلاحظ حاجات. اولا بالحته بتاعت البروبرتيز قال لي النيم طه، الاي دي 31، الجوب تيستر، السالري 37000. ماشي خلصت. تعالى هنا بقى في الميتا داتا، بقى في الميتا داتا بتاعتنا عندنا حاجه اسمها الار اي دي، ودي بغايه الدقه ومهم، حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في الـ في اللي اسمه دوت في الاورينت. حاجه اسمها الار اي دي دايما معروف في كل حاجه ليها ار اي دي، هو عباره عن يونيك اي دي، يعني رقم مميز جدا يمكن يميز اي شيء في الداتابيز، وكل واحد حاجه ليها رقم. يعني مثلا دي حط 46 على 0، خلاص 46 على 0 ده الرقم المميز للبيانات دي، ويبقى دايما هاش 46 على 0 ده بالنسبه لنا هو الاصل في الموضوع. خلاص كده؟